والحجر الاسود. طبعا ياتي ذلك بعد اجبار الكتائب الاسلاميه والجيش الحر عناصر الدوله الاسلاميه على الانسحاب من مقرهم في مخيم اليرموك صباح امس. وكانت قد تصاعدت الاحداث اول امس بعد مداهمه عناصر من فصيله الدوله الاسلاميه لمقرات تابعه للكتائب او لكتائب الجبهه الاسلاميه بالفعل، وعدد من القاده في جنوب دمشق، وتم اعتقالهم لتبدا اشتباكات قتال بينهم. سقط على اسرها اعداد من الشهداء من الطرفين. طبعا اليوم انسحبت الدوله الى حي التضامن ومخيم اليرموك. يمكن القول سيد مازن الان ان يلدا خاليه من عناصر داعش لتسليم سلاحهم والعودة لجماعة المسلمين، وحلم يسمى تشكيل الدولة الإسلامية وسحب السلاح. سيد مازن تسمعني؟ كنت قد سألتك الآن يمكن القول؟ لم أفهم السؤال، هم تسأليني أين الآن يتواجدون؟ هم الآن ينسحبوا تجاه حي التضامن المجاور لبلدة يلدع. نعم، إذا بلدة يلدع خالية الآن من عناصر داعش. يبدو أن هناك خلل في الصوت. على العموم جزيل الشكر لهذه المداخلة من ريف دمشق، مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. قام أفراد من تنظيم داعش برجم امرأة حتى الموت.